التسوس، يعني لما نيجي نتكلم على التسوس بنبقى عارفين انه الكلمة اللي وراها ألم او احساس بالألم. طبعا هل التسوس في كل الأحيان بيبقى مصاحب ليه او عرض مصاحب ليه هو الألم، ولا ممكن التسوس يحصل من غير ألم؟ لا، ممكن التسوس بيحصل من غير ألم، لأن التسوس بيمر بمراحل. يعني الضرس أو السنة بتتكون من 3 طبقات، طبقة المينا الأسنان اللي هي الخارجية، ودي أقوى طبقة في الأسنان، وطبقة الدنتين، وطبقة البلب أو العصب. التسوس ده لما بيوصل يعني ياكل طبقة المينا، ده بيبقى ما بيبقاش فيه، مش مصاحب ليه ألم، لأن بيبقى مبدئي، تسوس مبدأ مبدئي مبدئي بالظبط، نقدر نلحقه في الأول في المراحل الأولى، وبيبقى حشو عادي ما فيهوش أي مشكلة، ما بيعملش أي ألم. الألم بيبدأ أول ما التسوس ده أو البكتيريا دي بتوصل للعصب، بيبتدي يسمع معانا، يعمل ألم، ألم شديد مع الساقع مع السخن. ففي الحالة دي بنضطر، لازم حله الوحيد علاج حشو العصب، احنا طيب هنزيد كل البكتيريا دي. هو يعني ايه تسوس اصلا؟ التسوس يعني بكتيريا ناتجة عن، احنا بناكل طبعا طول اليوم، بنشرب طول اليوم، فبالتالي في بكتيريا في بواقي اكل، فبتتحول لبكتيريا. البكتيريا دي بتنشط، بتبدا تلزق على سطح السنان، تبتدي تاكل في سطح السنان من بره في الطبقه في المينا الخارجيه، وبتبتدي تتكاثر، بتبتدي تعمل لنا بقى تعدي اكتر الطبقه الاولى والطبقه الثانيه، وتوصل للعصب وهكذا. طيب في ناس تشتكي كده وتتكلم تقول ايه، انا اسناني بتسوس بمعدل اعلى بكتير من ناس تانية حواليا، هل اولا الكلام ده مظبوط ولا لا؟ الكلام ده مظبوط طبعا، يعني في في بعض ناس معدل التسوس عندهم بيبقى عالي. بيبقى عالي، ده بيرجع يعني الحالة الوراثية بتفرق هنا، الوراثة بتفرق، وطبعا طريقة الاستخدام والعادات بتاعتنا، ونوع الأكل اللي بناكله والشرب اللي بنشربه، كل الحاجات دي بتفرق معانا، بتختلف يعني من واحد للتاني. ازاي الوراثة بتفرق؟ الوراثة بتفرق، يعني مثلا عندنا مثلا اللعاب في الفم، اللعاب ده أول حاجة بتواجه البكتيريا في خط الدفاع بتاعنا في الأسنان يعني. فالبكتيريا دي لو اللعاب بتاعنا عند فيه أنتي بكتيريال عالي، فيه مضاد للبكتيريا عالي جدا، بيبتدي يقتل البكتيريا، ما بيخلاش تبدأ تخش المراحل اللي بعد كده، بتبتدي تتكاثر وتنشط، فبيقتلها من البداية. فدي بتختلف بقى من واحد للتاني، نسبة اللعاب عندنا بتختلف من واحد للتاني، والعادات طبعا بتختلف. لو واحد مثلا بيتنفس من بقه، بيعمل جفاف ودي في الفم، بنشوفها كتير، دي بنشوفها كتير، فبتعمل جفاف للفم، فاللعاب طبعا ما بي بيبتدي بقى البكتيريا تنشط اكتر، لان يعني ما فيش لعاب بيقاومه. انا ممكن اكون بعاني من مشكلة مثلا في التنفس، المشكلة دي هي اللي تكون تسبب سبب في انه انتشار يبقى عندي البكتيريا وعندي تسوس في معدل الاسنان. تسوس عالي. بالظبط، انا اول مرة اسمع لا الكلام دي ده، يعني بس مهمة ده كلام جدا. مهم جدا، لانه اغلبنا بيعاني من مشاكل في التنفس اثناء النوم، تمام. وفي فممكن ده طبعا أدوية يبقى برضو سبب. بتسبب في جفاف الفم، وفي في في والوراثة طبعا برضو من ضمن الحاجات اللي بتأثر. يعني لو انا بعاني من المشاكل دي، لو انا باخد ادويه معينه بتتسبب في جفاف زي أدوية الفم. الاكتئاب وأدوية الضغط بتعمل جفاف الفم، والناس طبعا اللي بتعالج بالكيماوي وبالإشعاع بيحصل لهم اكيد، برضو عرض جفاف الفم، فده بيخلي فبالتالي البكتيريا تنشط أكتر، فبالتالي التسوس يبقى أسرع. فلازم الناس اللي قلنا عليهم دلوقتي يبقوا عارفين ان هم معرضين للتسوس بنسبه اعلى من غيرهم، بالظبط، فبالتالي الحفاظ بيبقى فيعملوا ايه بقى؟ يخلوا بالهم ازاي؟ خلي يعني احنا بالهم بنقول لهم ازاي. انتم معرضين للتسوس اكتر، تمام، انت يعملوا عرفت ايه؟ ان انت معرض للتسوس اكتر، يبقى انت مطلوب منك الحفاظ اكتر من الطبيعي. نغسل بعد الاكل مباشره، نبتدي نستخدم مضمضه، نبتدي نستخدم الدنتال فلوس او خيط الاسنان عشان نوصل للاماكن اللي بيوصلهاش الفرشه او بيوصلهاش المعجون، فعشان نحافظ اكتر عشان العرضه بتاعتنا تقل طيب للتسوس. هو احنا المفروض نغسل اسناننا كام مره في اليوم؟ هو المفروض ان هو 3 مرات في اليوم بالمتعارف عليه، لو انت بتاكل 3 وجبات في اليوم، بس هي يعني بتختلف بعد من كل شخص وجبة بعد نغسل أسنان؟ المفروض. واهم واحده طبعا غسيل قبل النوم طبعا، عشان البكتيريا بتنشط جدا بالليل، والفتره بتاعت النوم بتبقى طويله جدا، فالبكتيريا بتبقى نشطه جدا وبتتكاثر في الفتره دي. طيب دكتور، احنا بنسمع او في الماركت اشكال كتير واسماء كتير جدا من معجين الاسنان، تمام، ده احنا حقيقي. مبنبقاش عارفين هو معجون السنان ده، السنان ده ليه دور في انه يقاوم البكتيريا او ما يخليش يبقى فيه تسوس بنسبة عالية، يعني ليه دور في كده ولا هو فقط للتنظيف؟
يعني زي ما انا مثلا بستخدم سائل منظف وانا بنظف مثلا الارض. في المجمل طبعا المعجون بيستخدم للتنظيف، ده المهمه الاساسيه بتاعته، بس احنا بنستخدم بقى في معجون لحاجات تانية مثلا زي نزيف اللثه، زي مشكله في حساسيه الاسنان بنستخدم، عايزين معجون يبقى فيه نسبه فلورايد عاليه عن الباقيين عشان خاطر يغذي اسناننا فنقاوم الحساسيه دي او التهاب اللثه وهكذا. بس هو الغرض الاساسي من المعجون هو التنظيف السنان. بس في انواع بتبقى متخصصه اكتر، بتبقى بتعالج مشاكل تانية موجوده في الاسنان غير بس يعني الدور الخاص بالنظافه. هو ده الدور الاساسي، في ادوار فرعيه وفي تخصصات بقى بالنسبه للمعجون الاسنان يعني. طيب خلينا نتكلم انه التسوس حصل خلاص. تمام. اولا عشان يحصل التسوس لازم الاسنان شكلها يتغير او لونها يتغير عشان اعرف انه في تسوس حاصل في المكان ده ولا مش شرط؟ بالنسبه لتسوس الاسنان بيبقى ظاهر خارجيا طبعا، بيبقى في حتى لو نسبته بسيطه بس بيبقى ظاهر ان في بورز صغيره، في هو بيبقى ديب جوه بس انت من بره باين ان هو سطحي، فده يعني عشان كده احنا بننصح الناس اللي لازم يعمل يعني كشف دوري عند طبيب الاسنان بتاعه المختص بيه كل 6 شهور، لان هو اللي بيكتشف وهو اللي ياخد باله من الحاجات دي. ان بتبقى في البدايه انت كمريض ما بتاخدش بالك، تاخد بالك لما بيحصل فيه الم بالظبط، هو ده اللي بيخلينا او يبقى التسوس واضح جدا، وده مش في معظم الحالات مش بيحصل. صح. يعني هما دول العرضين اللي بيخلينا دايما او بيخلونا دايما نروح لدكتور الاسنان بالزبط. انه يبقى فيه الم، وألم بقى شديد جدا ما بينايمناش مثلا. تمام. او انه السنه نلاقي لونها اتغير. طب ليه احنا نلحق نقدر ان احنا نلحق ده من الاول يعني؟ احنا بنقول الناس بقى النهارده دلوقتي الحلقه دي نلحقه من الاول قبل ما يتحول ل يبقى فيه الم شديد او يتعبنا او نبتدي الضرس يبتدي حالته تتدهور، فنقدر نلحقه من الاول، بتبقى كمان الاجراءات بسيطه في الاول غير لما الحاله بتتضاعف. حياتك بتنصحنا بالكشف الدوري وأهمية الكشف الدوري طبعا، واحنا يعني مش قادرين نعرف هو الكشف الدوري ده المفروض ان هو يتعمل مرة كل سنة، مرة كل 6 شهور، كل 3 شهور، كل 6 شهور، لان احنا مطلوب ان احنا نكشف على اسناننا كلها وان احنا ننظف الجير. الجير طبعا بيتكون كل 6 شهور معانا طبيعي، لان احنا بناكل على طول يوميا، الاكل مش بيقف، فبالتالي الجير بيتكون على طول باستمرار، فانت محتاج تشيله باستمراريه. طيب اولا الجير من اول ايه هو مسببات يعني احنا دايما نقول جير، الشخص ده بيعاني من الجير، احنا لازم ننظف الجير، لازم ننظف الجير بشكل دوري. طبعا. ولكن ايه هو الجير اصلا؟ الجير هو عباره عن رواسب او بواقي الاكل. احنا لما بناكل بيفضل بواقي في بقنا، بتترسب وبتتكون، تتكون عند اللثه، تعمل التهاب في اللثه، بتترسب اكتر لو احنا طبعا كبرنا دماغنا اكتر، بتترسب توصل للعظم وبيحصل تاكل في العظم. ودي هي بداية التسوس. الجير بداية التسوس طبعا بكتيريا، تجمع. طيب. بكتيري هو احنا بنشوفه، هو بيبقى متشاف يعني الجير طبقة ممكن نقدر نشوفها مثلا لو احنا بنبص او بنتابع اسناننا في المراية مثلا بيبقى باين؟ بيبقى باين في بعض الحالات اللي هو طبعا اللي بيبقى مكبر دماغه خالص بيبقى باين جدا طبعا وبيبقى واضح. وفي طبعا اللي بيبقى مع المحافظه ومع غسيل الاسنان المستمر طبعا بتبقى نسبته اقل طبعا، غير اللي ما بيغسلش اسنان تختلف يعني. طيب. وطبيعه الاكل بتختلف من واحد للتاني. في اكل بيكون جير اكتر من اكل تاني؟ طبعا. زي مثلا الحاجات اللي بتلزق والسكريات والايس كريم، الحاجات دي بتلزق على سطح السنان اكتر. بتلزق. تمام. فبتسبب في التسوس اسرع من الاكل الباقي. الاكل الصحي. لكن لو انا شخص منتظم في تنظيف اسنان يعني زي ما حضرتك قلت دلوقتي بعد كل وجبه انا بروح انظف اسناني بالفرشه والمعجون، هل انا مش معرض لتكوين الجير ولا كده كده الجير ده هيتكون؟ لا كده كده الجير ده هيتكون. تمام. لان في حاجات في رواسب غصب عني وانا بنظف مش هقدر ازيلها فهتتكون، فدي مهمه بقى دكتور الاسنان. عشان كده لازم نروح له بصفه دوريه. بس بيقلل طبعا تكوين الجير، النظافه بتقلل تكوين الجير، بتقلل التسوس جدا يعني، بنحافظ عليها بشكل كبير. وبيكمل بقى دكتور الاسنان بيكمل بقى الحفاظ النظافه. طيب حضرتك قلت ان التسوس درجات. تمام. مظبوط، اشرح لنا كده درجات او مراحل التسوس. مراحل التسوس اول حاجه بناكل. بعد ما بناكل بيبتدي يتكون الرواسب الجيريه اللي قلنا عليها، بيبقى في بواقي اكل وبيبقى في جير. بتتكون بكتيريا، البكتيريا دي تلزق على سطح السنان، تبتدي تاكل في الطبقه الخارجيه من السنان زي ما شرحنا ان هم بيتكونوا من 3 طبقات.
الطبقه الخارجيه دي اقوى طبقه، فما دام عدتها التسوس او البكتيريا قدرت انها تخترق الطبقه دي وتعمل بورز فيها، تبتدي تخترق الثانيه، تخترق الثالثه، وتوصل للعصب وتسبب لنا الم وساعات ورم شديد. فهو ده يعني، يعني لما الشخص كده جنب سنانه اللي فيها مشكله تورم، ده يبقى هو في اي مرحله؟ ده في مرحله يعني هو كده يعني وصل للعصب وبدا كمان التسوس يعدي الضرس نفسه، فبدا يعمل ابسس تحت جذور الضرس. التسوس وصل للعصب، البكتيريا عدت كمان العصب، عدت العصب. اصلا التسوس وصل للعصب دي كلمه يعني بتقلقنا كلنا طبعا، بتخوفنا وبتحسسنا ان احنا في مرحله متقدمه جدا من التسوس، انت وان احنا بتحس بيها اكتر من اي ده حقيقي، واننا ما لحقناش نفسنا بدري. ناس كتير زي ما انا قلت في بدايه الحلقه انه يعني لما بيحصل تسوس في العصب ما بيحبوش يعملوا حشو عصب، بيخافوا من حشو العصب. لا الكلام ده كان زمان قديم. بقى خلاص كلام دلوقتي قديم. احنا دلوقتي يعني اتطورنا وبقى كلنا عندنا بسبب النت بقى يعني ثقافه عامه، وبقينا عارفين يعني ايه اسنان ويعني ايه تنظيف اسنان ويعني ايه حشو اسنان، وعارفين كل حاجه، فخلاص الموضوع ده بقى يعني بس للناس انتهى. اللي لسه مش عارفه، وللناس اللي بتفضل ان هي تخلع الضرس او السنه لما بيحصل فيها تسوس واصل للعصب، هقول له حرام عليك لان مفيش حاجه بتعوض الضرس الطبيعي. انا بقى عايزه كده حياتك تشرح للناس دلوقتي اهميه اسناننا دي، يعني نعمه غاليه جدا، جداً نعمه جداً كبيره جدا جداً من عند ما ربنا، حدش بيحسها غير اللي فقدها طبعا. وانا مش عايزه اقول مش بتتعوض، لانه الكلام ده برضو كان ممكن نقوله زمان، ولكن الاسنان دلوقتي بتتعوض. بتتعوض فعلا، بس ولكن عمرها ما هتبقى زي خلقه ربنا نهائي، اكيد نهائي مهما كان، مهما اتعملت يعني هايله جدا خالص وفي احسن المراكز، عمرها ما هتطلع زي ما ربنا خلقها. ده حقيقي. فالدروس دي غاليه قوي. احنا ربنا مدينا نعمه، احنا الواجب علينا ان احنا نحافظ عليها. وبتبقى في الاول خطوات بسيطه، اغسل سناني، اكل اكل صحي، ابتدي اتابع مع دكتور الاسنان بتاعي، ابتدي احافظ عليها، تفضل سليمه وبتكاليف اقل كمان. طيب يبقى الضروس والاسنان غاليه جدا، فبالتالي طبعا احنا مش المفروض ان احنا نضحي بيها كده مع اي تسوس، حتى لا. لو كان واصل للعصب، ولازم نفكر في العلاج، لانه العلاج كمان يعني نشوف طبعا المشكله ونشوف حلها، ونحاول نمشي على يعني الخطوات اللي تخلينا على طول بصحه كويسه. طب هو امتى حياتك تاخد القرار بانه لا يعني التسوس ده مش هينفع معايا اي نوع من انواع الحشوات، والتدخل الوحيد اللي انا هعمله هو الخلع؟ يعني امتى بيتاخد قرار الخلع؟ باخد قرار الخلع في حالات كتير، في حالات مثلا زي مثلا انا جالي عيان التسوس تمكن من الضرس كله، اضع الضرس كله، الكراون بتاع الضرس مبقاش فيه، بقى عباره عن جذور. ففي الحاله دي ما ياه، هو ممكن يحصل كده في بعض الاحيان مع الاهمال بيوصل للمرحله دي. يعني ايه يا دكتور؟ يعني الجزء الخارجي اللي باين وظاهر ده اتاكل تماما؟ كله مع مرور الوقت البكتيريا تمكنت من الضرس، كلته، قضت عليه خالص، دمرته. وده بيحصل اوقات؟ بيحصل، بيحصل طبعا كتير جدا. طب هو كل ده مش حاسس، ولا حاسس ومطنش؟ حاسس ومتفهميش بقى، يعني هو بيبقى حاسس ومش عايز يحافظ على اسنانه، ومش عايز يروح لدكتور السنان، خايف. في ناس كتير جدا بتخاف خاصه في البنات، فعنده استعداد ان هو يتحمل الالم او الضرس يتدمر احسن من ان هو يروح لدكتور الاسنان. طيب ما احنا عاملين الحلقه دي عشان نطمن الناس، لانه زي ما حياتك بتقول كده انه في ناس كتير، ومش بس الستات على فكره، يعني بشوف ستات طبعاً ورجاله كل واطفال دكتور الاسنان، دكتور الاسنان ده بالنسبه طبعاً لهم يعني كابوس حقيقي. ده حقيقه. ولكن زي ما قلت في الاول انه الاجهزه حصل فيها طفره وتطورات كبيره جدا، تقنيات حديثه جدا تخص يعني اكيد علاج الاسنان وتجميل الاسنان طبعا، والموضوع بقى اسهل بكتير قوي، زياره دكتور الاسنان بقت اسهل بكتير قوي عن زمان جدا. بقى حصل تطور في الاجهزه، وبقى في دلوقتي الاشعات كمان بتبين وبتريح الدكتور، بتسهل عليه كمان يعني حشو العصب. احنا دلوقتي بنعمل اشعه ثلاثيه الابعاد، فبتبين لي القنوات، مش زي زمان انا بخمن اماكن القنوات فين، وممكن يبقوا ثلاثه، يمكن يبقوا اربعه، وانا احشي اثنين بس، وهم يبقوا اربعه ويبقوا خمسه. لا دلوقتي انا عارف اي حاجه قبل ما ادخل عليها، يعني مش بتخيلها، انا دلوقتي شايفها قدامي، شايفها وعارف انا داخل فين، انا بشتغل وانا شايف، فبيسهل عليا وبيخلي اسهل بكتير، وبيخلي جوده الشغل اعلى طبعا بكتير. فبالتالي الحاله ما بتحسش بالالم اللي كانت بتحس بيه زمان.
فما حدش يسهل يستنى بقى وأسرع. ويقعد الإجراءات سنين بقت ياخد أسرع مسكنات عشان خاطر يسكن الألم اللي هو حاسس دلوقتي، بيه تحشر العصب لأنه بيبتدي خايف في من جلسة زيارة. واحدة جلستين بالكتير، فالموضوع بقى تطور كتير عن زمان جلسة أو جلستين. طبعا. طيب لما نيجي نتكلم عن حشو العصب، فحياتك اشرحه لنا شوية، واشرح لنا يعني ايه شخص. انا كنت متخيلة انه عدد القنوات واحد ومعروف ومعلوم، ولكن يعني حياتك بتقول وكذا حد شرح لي انه لا، هو مش عدد القنوات مش موحد عند كل الناس، يعني تمام. في ناس بيبقى عندها 2، في ناس عندها 3، في ناس عندها 5. في ناس عندها 6 كمان. طيب ازاي بقى يا دكتور؟ طبعا احنا في الاول لازم نشرح للناس يعني ايه قنوات عصب. العصب ده عبارة عن شعيرات دموية في الضرس، هي اللي بتوصل الدم للضرس عشان يتغذى. احنا اي حاجة في جسمنا بتتغذى عن طريق الدم، فدي الشعيرات دي بتبقى عبارة عن انسجة وشعيرات دموية، قناة كده فيها انسجة وشعيرات دموية تغذي الضرس. البكتيريا بتوصل للقناة دي، القناة دي بتسمع في العصب الرئيسي، فبتعمل الألم الشديد اللي احنا بنحس بيه ان في بكتيريا جواه، فاحنا بنحتاج ان احنا ننظف البكتيريا دي ونوصل للبكتيريا جوه القناة دي عشان نزيل التسوس منها، عشان تنضف وترجع تلم والألم يختفي. طيب احنا دلوقتي انا داخل على درس دلوقتي، زي ما قلت لك زمان ما كانش فيه أشعة ثلاثية الأبعاد، فانا مش عارف، انا داخل على درس ما اعرفش فيه كام قناة عصب، فاللي بلاقيه بحشيه. اللي بلاقيه هو بيبقى باين، يعني القنوات دي هي باينة لا بالعين ببحث، لا المجردة كده طبعا دي حاجة شايف يعني زي في سمك دقيقة جدا. الشعراية كده ما انا مستغربة ازاي يعني. كانت قبل كده القنوات دي بيتم حشوها من غير ما انا بقى شايفها. ما هو على قد بقى يعني علمهم ساعتها، ما كانش فيه الأجهزة المتطورة اللي موجودة دلوقتي، فكنا الدكتور بيسعى وبيجتهد على قد ما بيقدر، فكانت بتبقى في فروقات هنا بين الدكاترة بسبب كده، إن كل دكتور بيسعى إن هو الأشطر بقى هو اللي يعرف مكان اللي ما القنوات. بيزهقش بيزهقش بسرعة، واللي بيقدر صحيح. يوصل. أمال دلوقتي لا، أنت مش محتاج تخمن أو تتخيل. عشان كده بنقول إنه الـ الـ الأجهزة سهلت بشكل كبير جدا من مشاكل الأسنان، يعني من علاج مشاكل الأسنان. طبعا وجود التقنيات الحديثة والأجهزة الحديثة سهلت جدا شغل اكيد دكتور الاسنان، بالتالي ده انعكس كمان على ادائه، بالتالي انعكس على عكس مصلحه المريض. المريض في الاخر طبعا، ده بيسبب له ارتياح وبيخليه يتعالج في اسرع وقت ممكن، والالم اللي كان بيحس بيه زمان ما بقاش فيه الم. عشان كده المفروض ان الناس ما تخافش بقى خلاص يعني، المفروض ان يعني نحافظ على اسناننا، مفيش حاجه تخوف، ما بقاش في حجه يعني دلوقتي مبقاش في خلاص. حاجه تخوف طبعا. خلاص. طيب دكتور، احنا خلاص حشينا العصب والضرس بقى تمام، ما بقاش فيه ألم. هو أولا لو أنا حشيت عدد أقل من الأعصاب، يعني مثلا لو في الضرس ده فيه 6 أعصاب وانا وأنا حشيت مثلا حشيت 4، المريض ده هيخرج بعد شوية يتألم ولا الألم كده كده هيختفي؟ لا هيتألم طبعا. ليه؟ لان انا في قناه سبتها في مكان سبته فاضي، سمحت للبكتيريا انها توصل لمكان او تنتشر في مكان، فانا سبت مكان فاضي. هو حشو العصب ده عباره عن ايه؟ عباره عن احنا بننظف القنوات دي وبنوسعها وبنحط ماده جواها بنسدها خالص عشان ما نسمحش للبكتيريا انها تنتشر تاني، وما بقاش ليها مكان تدخل فيه، فما يحصلش ألم. فما يحصلش ألم. تمام. طب انا نفترض ان انا حشيت الـ4 وسبت قناتين ما حشيتهمش، ما عرفتش اوصل ليهم، فبالتالي سمحت للبكتيريا تقدر توصل وتنتشر تاني فيحصل فيه ألم، نرجع الكرة من اول وجديد. طيب في ناس اشتكت ان هي عملت حشو العصب ده وبعد فترة شهر شهرين الضرس اتكسر. تمام. اكيد هنا في غلط حصل. طبعا احنا زي ما شرحنا من شوية ان العصب ده عبارة عن ايه؟ عباره عن شعيرات دمويه بتوصل الدم للضرس عشان بتغذيه. تمام. فانا خلاص سددت الدم مش واصل، فبالتالي مفيش تغذية واصلة للمكان ده او بالظبط، للضرس. فبقى الضرس بقى الضرس هش. طب انا ايه المطلوب مني؟ مطلوب ان انا احافظ على الضرس ده، او عشان عايز اديله عمر افتراضي اطول، او عشان اخليه اقوى. تمام. لان هو بقى ما بيتغذاش، فالضغط عليه او اللود الزياده عليه بقى بيضعفه اكتر. فانت بتاكل لما راح ده اتقطم في حته في التانيه، مبقاش فيه ضرس. تاكل حاجه ناشفه مثلا شويه بالظبط هيتكسر بالظبط، لانه خلاص مش ما واصل له، بيجددش نفسه، ما بي كانه بقى مش هش جدا. كانه خلاص ما بقاش حي يعني. تمام. حياتك بتقصد كده. بالظبط. فبالتالي اي مع اي اكل او مع اي ضغط عليه هيتكسر. بالظبط. فعلاج ده ايه، او الحل للمشكله دي، ان احنا طبعا بنعمل كراون او طربوش بنركبه على الضرس عشان يحميه ويديله عمر افتراضي افضل، زي كفر كده للضرس، فالضغط ما بيبقاش عليه مباشرة، يبقى على الطربوش.
فبالتالي بيحميه وما بيتكسرش. عشان طيب. كده اي دكتور المفروض بعد حشو العصب والناس تبقى فاهمه حاجه زي كده لازم نركب طربوش والعين يبقى فاهم ده. يعني انت مش حشيت عصب انت المشكله بتاعتك انتهت او خلصت؟ لا طبعا، لا، لانه انت هتخرج من هنا هتقعد اسبوع اسبوعين شهر شهرين والضرس هيحصل فيه كسر وهتخسره. بالظبط، فحرام. انت عالجت الضرس واهتميت بيه، كمل. فلازم نحط الكفر ده او الطربوش او الكراون يعني عشان يحميه من الكسر. بالظبط. طيب بتحصل برضو مشاكل من ورا الكراون ده او الطربوش، بيحصل انه الناس تشتكي انه انا بقى في اكل كتير قوي يتحشر ما بين اسناني في المنطقه اللي انا عامل فيها الحشو العصب والطربوش. طيب. انا بقى في ريحه مش لطيفه طالعه مني رغم ان انا بغسل اسناني على طول وبنضفها على طول، ولكن بقى عندي المشكله دي بعد حشو العصب وتركيب الطربوش. هنا بقى ايه المشكله بالظبط او ايه شكل المشكله اللي حصلت في المكان ده؟ اولا خلينا متفقين ان مفيش حاجه زي الطبيعي، زي ما اتكلمنا في اول الحلقه ان احنا مفيش حاجه زي الطبيعي، كل دي حاجات تعويضيه، مفيش حاجه زي الطبيعي نهائي، فكل حاجه وليها عيوب. تمام. فالطربيش لما بنيجي نركب الطربوش من ضمن عيوب ان هو بيجمع اكل، وان هو بس احنا بنعالج ده بايه؟ بان لازم الطربوش يبقى مقاسه مظبوط جدا، ما يسمحش بدخول اي حاجه، لان لو دخل اي حاجه تحتيه يبقى انا كده رجعت بكتيريا لمكان تاني، ابتدى يتجمع اكل، ابتدى يعمل ريحه، فدي بتعمل مشكله كبيره طبعا. فاحنا اول حاجه لازم المقاس يبقى مظبوط جدا. تاني حاجه ودي بتعتمد على المريض، المحافظه الزياده عن الطبيعي. مش انت كنت بتغسل سنانك ازاي؟ انت سنانك ازاي في الطبيعي وهي طبيعيه؟ دي الصناعي لازم تحافظ اكتر كمان. تنظف اسنانك، تستخدم السلك الطبي، تخش تنظف بين الضروس وبعضها، فيبتدي يبقى معايا كويس. يعني المشكلة دي قائمة بتحصل طبعا. لو عيوب لو الطربوش. لو مقاس الطربوش ما هوش مظبوط، تمام، بتحصل المشكلة دي. ولو في إهمال من المريض طبعا، عشان بيجمع أكل حواليه فبالتالي بيعمل مشكلة. طيب الشخص بقى اللي عامل أكتر من حشو عصب وأكتر من طربوش ده لازم يتابع بشكل أكبر، لازم يحافظ بشكل أكبر طبعا عن الطبيعي، ويتابع مع الدكتور طبعا كل 6 شهور. اللي مركب يعني اللي مركب فينير او اللي مركب طرابيش كتير لازم يروح يطمن كل فتره كده ويشوف ويعمل جلسه تنظيف برضو عشان الدكتور ينظف له بين السنان وبعضها في الاماكن اللي ما بيقدرش يوصل لها طبعا. طيب عايزه اتكلم على مشكله تانية، ومشكلة دي مع الوقت بتعمل مشاكل كتير زي التسوس مثلا. يعني هي مشكله بتؤدي مع الوقت للتسوس، وهي الجيوب. جيوب ما بين الاسنان، كتير من الناس تشتكي ان ايه عندها جيوب ما بين الاسنان او ما بين الضروس، والجيوب دي بيتحشي فيها او بيتجمع فيها كميات كبيره جدا من الاكل وما بتبقاش عارفه تنظفها بسهوله، وحتى لو نظفتها بتبقى حاسه انه لا يعني في برضه لسه بواقي موجوده في الجيوب دي. تمام. اولا ايه هي الجيوب؟ ليه بتحصل يعني؟ الجيوب اللثوية هو طبيعة الأسنان، رصة الأسنان جنب بعضها، الكونتاكت اللي بين الأسنان بيبقى فيه فراغات بين الأسنان. تمام؟ الفراغات دي بيغطيها، بيبقى فيه عظم وبيبقى فيه لثة مغطية الأماكن دي. مع الأكل طبعًا، مع الأكل والاستعمال اليومي بتاعنا، في أكل بيخش بين الأسنان وبعضها. المفروض الطبيعي إن أنا أحافظ وأنظف الأماكن دي. تمام؟ فتفضل معايا سليمة وتفضل كويسة. طب هنفترض ان انا مهمل وما حافظتش، ابتدي الاكل يتجمع، دخل في الحته دي. في الحته في الجيب اللي بين الاسنان دخل فيه اكل، سبته ونمته، يوم في التاني في التالت الاكل ده بدا يتحول لبكتيريا، بدا تنتشر، بدا البكتيريا دي تعمل مشكله في اللثه، فتيجي تغسل سنك تلاقي في دم بينزل منك ونزيف في اللثه، تكبر دماغك اكتر، يبتدي يوصل للعظم، يبتدي ياكل في العظم، فيبتدي يعمل تاكل في العظم ويحصل تراجع في اللثه. تلاقي الجاب دي وسعت. الفراغات دي بتوسع جدا بين الاسنان. فالمفروض ان الحفاظ بيبقى من البدايه، فهمنع ده كله. طب انا حصل لي جيب لثوي، المسافه العمق ده بيزيد، بيحصل تاكل طبعا جوه في بيحصل تاكل طبعا في العظم وفي اللثه في الجزء ده، فبيحصل تراجع فيها، فبيحصل هبوط في العظم، فتلاقي الجيب بيزيد، عمقه بيزيد، فبالتالي تجمع الاكل فيه بيزيد والكميه بتكبر، فالعمليه بتتفاقم معايا. طيب ايه المشاكل اللي ممكن يعني تنتج عن وجود الجيوب؟
المشاكل اللي ممكن تنتج عن وجود الجيوب ان طبعا احنا بقى في جبلس او في زي ما بنقول بالبلدي كده في حفره. صحيح. الحفره دي بدا يتجمع فيها الاكل، فالاكل ده بدا يتحول لبكتيريا وبدات تنشط، فبدا ياكل في العظم وبدا ينتشر في بقي بقى ريحه وطعم والبكتيريا بقى في مكان يعني تربه خصبه زي ما بيقولوا لانتشار البكتيريا وان هي تتكاثر اكتر. وفعلا بيبقى فيه ريحه مش لطيفه ابدا طبعا من الجيوب. مهما الشخص غسل اسنانه، مهما يعني عمل مضمضه عشان طبيه. كده بنقول دايما الوقايه من الاول، احنا ليه بنروح للدكتور كل 6 شهور؟ دي من اول المشاكل اللي بتواجهنا. طيب انا اتخيل ان كتير من الناس اللي قاعده بتتفرج علينا دلوقتي عندها المشاكل الخاصه بالجيوب دي، لانه انا عدد كبير من الناس بتعاني المشاكل دي، صح؟ تمام. طيب سؤالهم بقى، مفيش علاج للجيوب؟ يعني زي ما احنا بنحشي كده السمنه او الضرس، هل ممكن نحشي الجيب ده؟ من ناحيه ان احنا نحشي الجيب طبعا ده الكلام مش حقيقي، مش منطقي، ده مش حقيقي ومش موجود. يعني الفكره في الجيب على حسب العمق بتاعه بنقدر نتعامل معاه. يعني العمق لو لسه سطحي بنبتدي ان احنا نحافظ اكتر، ننظف اكتر، بنستخدم المضمضه، بنستخدم السلك الطبي، الخط الطبي عشان ننظف المكان ده على طول، فيبتدي يلم فيبتدي تقفل معايا شويه. وممكن تدخل الدكتور ونعمل تنظيف للجذور من تحت ويبتدي الكلام ده يلم معايا. في حالات بقى العمق فيها بيعدي المرحله دي. فلو عدى المرحله دي ما بقاش فيه تدخل غير جراحي. ان احنا بنبتدي نفتح وبنبتدي نجيب من مكان تاني انسجه ونحطها في المكان ده ونقفل عليها عشان تبتدي تتكون طبقه انسجه تاني. يعني ده التدخل الجراحي. ده التدخل الجراحي. ممكن نلجا ليه؟ ممكن نضطر يعني نلجا ليه؟ طبعا طبعا في حالات كتير بنضطر نلجا ليه. ده بقى يجيب عمقه خلاص عمقه كبير جدا. جدا. عدى 5 مللي يعني بقى بتحصل بقى مشكلة. يا دكتور طبعا بتحصل كتير. بس دي جراحه برضو مش سهله، يعني ان انا اجيب انسجه من مكان تاني واحطها في مكان اعوض بيها الانسجه المفقوده، متهيألي ان مش سهل. لا مشكله، بنجيب طبعا الانسجه دي من سقف البق كمان. طب هو كده مش هيبقى حاسس بمشكله بقى في مشكله في طبعا بتخيط جراحه. جراحه عمليه صحيح. جراحيه. خليك من الاول بقى بالظبط كده، من الاول كده اروح للدكتور كل 6 شهور يعني. بالظبط، واحافظ على اسناني واستخدم السلك الطبي واستخدم المضمضه واوصل للاماكن دي اللي هي صعب الفرشه توصل لها، فبالتالي هنضف المكان ده، فبالتالي مفيش بكتيريا هتتكون، مش هخش في جيب، مش هنخش في كل المشاكل دي، ولا تراجع اللثه ولا اي حاجه ولا نزيف في اللثه حتى. طيب احنا لما نيجي نتكلم على التسوس، احنا مش بنحصر التسوس ده او يعني بنقول ان السن ده هو اللي بيجي فيه او بيحصل فيه التسوس، لانه زي ما انا قلت انه كل الناس بيحصل لها تسوس، كلنا مرينا بالتسوس ده في فتره من فترات حياتنا، واطفال بقى بيسوس اسنانها، كبار صغيرين شباب، يعني كلنا مرينا بالتسوس ده، يعني حصل لنا كلنا. ولكن التسوس مع الاطفال بالذات، وهو ده اللي هنتكلم فيه دلوقتي، احنا كاهل ما بنبقاش عارفين نتعامل معاه ازاي بشكل صح. بشكل صح ده بمعنى ان هو ما ياثرش بعد كده على اسنانهم الدائمه. اولا هو لما بيحصل لطفل تسوس لازم يتعالج على طول، لانه اغلب الاهالي يقولوا ايه؟ مش مهم بقى، دي اسنان لبنيه يعني، كده كده هيغير بقى، وفي الاسنان الدايمه بقى يبقى يهتم اكتر ويعالج اسنانه ويعالج اي تسوس ممكن يظهر. ولكن دلوقتي مفيش داعي. التفكير ده صح ولا غلط؟ لا التفكير ده مش مظبوط طبعا. احنا كل ما لحقنا الحاله في الاول او التسوس في الاول كل ما بقى احسن، وكل ما بقى مفيش الم، وكل ما بقى الاورال هيجين بتاعي بقى مظبوط اكتر. فانا اول ما بيحصل تسوس خاصة في العمر اللي ما ينفعش اخلع فيه الضرس، لان برضه في اهالي كتير بتبقى عايزه يعني الحل عندهم بالنسبه لهم مش عايزين حشو، يقول لك اخلع لي على طول يا دكتور، فلا ما ينفعش. في سن معين ما ينفعش اخلع دلوقتي. وبعدين الطفل لسه هياكل، هيمضغ حاجات، فانا ازاي بخليه يستغنى عن سن او ضرس وهو لسه محتاج لهم؟ بالظبط، فانا ما ينفعش اخلع، يعني ما ينفعش احشي يعني اخلع ضرس في ميعاد قبل ميعاده نهائيا، فبالتالي الحل ليه ان انا لازم احشي الضرس. وفي انواع بقى للحشو على حسب التسوس وصل لحد فين. لو التسوس لسه سطحي بنبقى الحشو بتبقى عاديه طبعا جدا وبيكمل عليه اكل. طب لو هنفترض ان التسوس وصل للعصب وبدا يسبب الم للطفل، فاحنا هنا في نوعين من حشو العصب بالنسبه للاطفال. في نوع البكتيريا بتبقاش لسه وصلت ما اصابتش العصب كامل، فبنعمل حاجه اسمها بلبوتومي، بنشيل جزء من العصب وبنحشي الضرس.
وفي حاله بيبقى التسوس وصل للعصب كامل، ودي بنعمل ازاله للعصب كله بالبكتومي ونحشي الضرس زي يعني عشان نقضي على التسوس ويبتدي الضرس يبقى سليم. ولو الضرس متهالك كمان لازم احافظ عليه اكتر واركب له حاجه اسمها كراون برضه او ستانلس ستيل كراون عشان يعيش معاه المده اللي المفروض لغايه ما يتخلع، لان لو خلعت في ميعاد مش الميعاد بتاعه مش المظبوط قبل او بعد بيسبب له مشكله فيما بعد في الاسنان الدايمه. فبيحتاج بقى بيخش في مشكله بقى ان هو محتاج تقويم، ويخش بقى في المشاكل دي، المشاكل بتاعت التقويم. ولازم الاهل فعلا يعرفوا، لا الطفل لما اسنانه بتسوس هو المفروض ان هو يحشيها، لان ده مهم جدا، لانه ممكن يحصل التسوس في مرحله بدري قوي مثلا 3 4 سنين. طب الطفل ده ممكن يغير السن او الضرس دي في سن 10 11 سنه، تمام، هيقعد كل ده واسنانه مسوسه ما دي مشكله، وما ينفعش انا اخلع في السن ده، لان انا لو خلعت في السن ده هيبتدي يحصل لي مشكله، ان انا مثلا خلعت الضرس في سن 5 سنين وهو لسه هيطلع على 11 سنه، في قدامي 5 أو 6 سنين كمان، 5 أو 6 سنين تبتدي السنان اللي حواليه تقفل الفراغ ده، فيبتدي يأثر لي على الضرس الدايم اللي تحت منه اللي المفروض يطلع، مش لاقي مكان يطلع فيه، فيبتدي يطلع في مكان غير مظبوط، ويبتدي يحصل تشوهات في الأسنان، ويبتدي يحصل انعواج في الأسنان، والأسنان ما تبقاش مظبوطة. طبعا الحل ده إيه؟ الحل ده إن أنا أحشي الضرس، لو هو ينفع يتحشي طبعا لازم أحشيه وأحافظ عليه، طبعا أفترض إن الضرس متدمر نهائيا وما فيش مجال للحشو. في الحاله دي بخلع الضرس وبركب حاجه اسمها سبيسمنت تينر او حافظ مسافه، بتحافظ على المكان، حافظ على المكان ده يفضل موجود ومتوفر عشان يدي مساحه للضرس اللي تحته يطلع في مكانه مظبوط ما يحصلش اي مشكله. طيب ليه دايما بنشوف ان الاطفال اسنانهم بتسوس بمعدل اكبر بكتير؟ يعني دايما اشوف المشكله دي فعلا، دي حقيقه بشكل كبير جدا، عندنا حتى سببين. بتبقى باينه يا دكتور قوي، بتبقى باينه جدا، لان عندنا سببين. اولا الاسنان اللبنيه بتبقى ضعيفه جدا مقارنه بالاسنان الدايمه، فبتبقى الطبقه الخارجيه ضعيفه، فالبكتيريا بتقدر تخترقها بسهوله، ده اول سبب من الاسباب. الثاني سبب طبعا الاطفال ما بتقدرش تمنعهم عن السكريات والحلويات والحاجات دي ما بتقدرش تمنعهم، هو لازم تمنعه طبعا ما بتقدرش، لازم معظم الاهل ما بتقدرش تتحكم فيهم. وطبعا بالنسبه برضو ما بقاش لسه عندهم العادات بتاعت نظافه الاسنان وغسيل الاسنان، ده دور الاهل بقى ان هو يبتدي يغسل سنانه، يبتدي يعلمه ازاي يغسل سنانه، يبتدي وهو صغير من كمان قد إيه في فتره من قد ايه نقدر نعلمهم ان هم من نفسهم يدخلوا يغسلوا اسنانهم ويهتموا بالنظافه الشخصيه الخاصه باسنانهم؟ من اول ما بيخلص فتره الرضاعه، من اول ما يبتدي الطفل ياكل، معنى كان بدا يستخدم بقه وبدا يستخدم اسنانه، اسنانه طلعت، ساعتها لازم ابتدي اعلمه ازاي يعني ايه يغسل اسنانه، يعني ايه الحاجات العادات الكويسه، يعني ايه يغسل اسنانه قبل النوم، يعني ايه ياكل اكل صحي ما ياكلش اكل مش مظبوط والحلويات والسكريات، لازم اعلمه كل ده وهو طفل كمان قبل سن المدرسه، يعني قبل ما يتفطم او قبل فتره الرضاعه، لازم دور الام برضو ده بدري قوي بقى، بقطنه كده بميه بتنضف له اسنانه، لان برضو وقت الرضاعه بيحصل مشكله بسبب اللبن بتاع الرضاعه، بيحصل مشكله بيعمل كيرز جامد قوي في الاسنان، بيعمل تسوس جامد لدرجه تجي لك حاله تقول لك يا دكتور الضرس الولد لسه عنده سنه والضرس متدمر سنانه متدمره، ده بيبقى بسبب لبن الاطفال. انا سمعت فعلا انه ممكن يحصل تسوس بدري جدا في مرحله الرضاعه، عشان كده لازم الام زي ما حضرتك بتقول دلوقتي تنظف حتى اللثه مش الاسنان بعد الرضاعه، يعني اكيد في مرحله الرضاعه ما بيبقاش لسه يعني طلع اسنان، ولكن في مرحله الرضاعه تقدر الام تنظف اللثه. بالظبط. تنظفها بايه يا دكتور؟ اولا هو في حاجات بتتباع في الصيدليه، في حاجه بتتباع في الصيدليات، ولكن لو يعني هي مش هتقدر تجيب الحاجات، مش هتقدر تجيب يعني اقل حاجه، انت هتجيب حته قطنه بسيطه، حته قطنه صغيره فيها شويه ميه، وابتدي امسح له اللثه وانظف عشان اشيل بواقي اللبن دي عشان ما ينتشرش بكتيريا وما تاثرش على السنان اللي طالعه. طيب هو فعلا صحه اسناننا بتتكون من بدري جدا من شهور الحمل؟ لان انا دي معلومه سمعتها وما بقتش يعني مذهوله منها، ما بقتش مصدقاها، انه هل فعلا انا اسناني هتبقى قويه او لا، ده بيعتمد على شهور الحمل؟ ما هي دي بقى الـ يعني الوراثه اللي بنتكلم فيها بقى، ان هي وراثيا طبعا بتفرق بين حاله والتانيه. يعني وراثيا بتفرق بين حاله والتانيه.
في بقى اللي هو قلنا الصلايفا او اللعاب بتاعه بقى بنسبته كبيره، الاسنان بتبقى العظم كويس، الكالسيوم عنده كويس، فيتامين د عنده كويس، فبتبقى عظمه كويس، عظمه قوي، فالاسنان بتبقى قويه، الصحه العامه بتبقى كويسه. ده طبعا بيرجع للعامل الوراثي، وبيرجع طبعا لتغذيه الام في فتره يعني تغذية الأم ليها طبعا علاقة بتأثر جدا بظهور الأسنان قوية من عدمها يعني. طبعا طبعا. طيب فيتامين د حضرتك اتكلمت عليه، والفترة الأخيرة دي الناس قد إيه بقت تهتم بفيتامين د، تقيمه جدا، تعرف أهميته بالنسبة لكل حاجة، بالنسبة للعظام، للأسنان، المود العام بتاع الشخص لمروره طبعا بحالات مثلا اكتئاب أو يعني فيتامين د ليه علاقة بكل العمليات الحيوية اللي بتحصل في الجسم. طبعا. بالنسبة للأسنان بقى، إيه تأثيره على الأسنان؟ تأثيره على الأسنان، الفيتامين د مهم جدا لتكوين العظم وتكوين العظام، وتبقى كثافة العظم كويسة وقوية، فده بيهمنا. والمفروض إن احنا في وطننا العربي هنا ما بنعانيش من نقص فيتامين د بسبب وجود شمس بنسبة كبيرة، بس مع كده التطور، عندنا نقص مع كده فيتامين د. عندنا بسبب التطور، بسبب ان احنا ما بقناش نتعرض للشمس كتير زي زمان، ووجود العربيات والمكاتب والتكييفات، فما بقاش في عرضة كتير للشمس، فبالتالي بقى عندنا نقص في فيتامين د، فده بقى بيسبب مشكلة عندنا في العظم، في انسجة العظم، ومنها طبعا الاسنان، فالاسنان هي بالتالي بيحصل الاسنان ضعف جزء من العظم، طبعا، بتتكون زيها زي نفس العظم، مكونات نفس العظم. مكونات العظم، وده اللي كتير من الناس متهيألي يعني نفس مش مكونات رابطة ما العظم، بين عشان كده انه الصح. الاسنان هي يعني نفس تكوين العظم. بتلاقي يعني الصحة العامة لو كويسة وعظم الإنسان كويس، تلاقي أسنانه كويسة جدا، ونفس الكلام العكس، لو الأسنان، لو الجسم ضعيف والعظم ضعيف، تلاقي الأسنان متأثرة برضو، بتأثر بالصحة العامة، بتأثر بالمناعة، كل ده طبعا بيأثر على الأسنان، أول حاجة بتأثر بيها الأسنان في الجسم. وعشان كده دلوقتي بقوا ينصحوا الأمهات إن هي تدخل فيتامين د في مرحلة مبكرة جدا من عمر الطفل، طبعا. والكالسيوم طبعا برضو حتى ضروري بنلاقي جدا، ألبان الأطفال مكتوب عليها مدعم فيتامين د ده حقيقة، عشان عشان أهميته يبتدي بقى بالنسبة أهميته في للعظم تكوين وأسنان. أنسجة العظم، ويبتدي يبقى الضرس يبقى قوي معايا، فده بيحميه بعد كده، إن الضرس يبقى قوي، فإن التسوس أو البكتيريا تقدر تخترق الحيطة القوية دي بيبقى صعب عليها، بيبقى في حماية للضرس، فبيبقى أقوى معايا، يعيش معايا أكتر. صحيح. طيب نتكلم بقى شوية عن التقويم، لأنه التقويم أنا أتخيل إن كتير جدا من الناس عندها أسئلة فيما يخصه، لأنه أسناننا لما بتبقى مرصوصة بشكل حلو وما فيهاش عيوب أو مشاكل قدر الإمكان يعني، ده بيريحنا نفسيا طبعا. يعني. دايما يقولوا الابتسامة هي يعني غصة السنان كمان هي أول حاجة بتاخد العين، يعني حقيقي، أول انطباع بتاخده عن البني آدم وشكل قدامك الابتسامة يا بيلفت دكتور. نظرك هو شكل ابتسامته وشكل سنانه، صحيح يعني صحيح. رصة الأسنان كمان أهم من لون الأسنان، بياخد العين أكتر من لون الرصة الأسنان مهمة جدا. طبعا. لو في حاجة مش مظبوطة في السنان، حاجة في انعواج في السنان، سنة مش مظبوطة متحركة من مكانها، تاخد عينك مباشرة. وممكن الطفل يبقى يعني متعقد من شكل اسنانه، يعني ما هوش راضي عنها ابدا طبعا. وعامله له مشكله، لا قادر ان هو يعني ممكن تخليه شخص انعزالي بعد كده، لانه هو حاسس تأثر على نفسيته ان في طبعا، مشكله في اسنانه، مضايقاه، مش قادر يتكلم مع الناس، مش قادر يتفاعل، مش قادر يضحك براحته، لانه حاسس ان في مشكله في اسنانه. عشان كده بنبدأ بالأهل طبعا، بيبدأوا من سن صغير مع الطفل، إن أنا أبتدي أعلمه إزاي أحافظ على أسنانه، ده أولا، وإن أنا أبتدي زي ما اتكلمنا من شوية، إن أنا ما ينفعش أخلع الضرس في ميعاد قبل ميعاده، وما ينفعش أستنى عليه برضه في ميعاد بعد ميعاده، لأن برضه لو أنا سبت الضرس لميعاد بعد، يعني بعد ميعاد التغيير بتاعه، الضرس السنة اللي هتيجي طالعة مش هتلاقي لها مكان، فهتطلع في مكان مش مظبوط برضه، فبالتالي فنفس بيحصل بقى الفكرة. الشكل اللي هو سنة راكبة على سنة، ضرس راكب على سنة، نبض ركولة، والسنة طالعة مش مظبوطة، سنة مبدلة معوجة. مع اللي جنبها، معوجة، مبقاش فيه، وبيأثر على شكل البق بالكامل، حتى على شكل الشفايف، لأن الشفايف هي واخدة ده رسمة حقيقي، السنان، ده حقيقي. فبتأثر عليها بشكل كبير. فأنا بالتالي لازم من السن ده ابتدي احافظ ما اخلعش في ميعاد قبل ميعاده، لأن من أكتر الحاجات الشائعة اللي بتعمل مشكلة. ده وهي بالنسبة للأسنان. في مشاكل بقى بتواجه التقويم طبعا، بتبقى مشاكل عظم، دي حاجات بقى وراثية، يعني مثلا بيبقى عنده نمو عالي مثلا في الفك العلوي، فيقول لك ده الضب مثلا، او عنده قصور في الفك السفلي، او نمو عالي في الفك العلوي، ده لازم الاهل يبقوا عارفين ده، نقدر نعالجه
في يعني من قبل سن 15 سنه، لان انا اقدر قبل ما يكتمل نمو العظم، لان العظم لو اكتمل نموه ما اقدرش اتحكم فيه خلاص، ولا اقدر اقصر ولا اطول، ساعتها يحتاج لتدخل جراحي. الحل الوحيد ليه التقويم، مش هيجيب معاه نتيجه. بس انا بقيت اشوف دلوقتي ناس كتير وببقى مستغربه جدا وفي نفس الوقت مبسوطه، لانه بحس ان وعي الناس زاد جدا فيما يخص يعني قصه الاسنان دي. كتير قوي بقيت اشوف ناس سنها كبير نسبيا، مثلا 50 سنه واوقات والله 60 سنه وعاملين تقويم. احنا بالنسبه لنا ثقافتنا كنا متخيلين او فاكرين انه التقويم ده ما بيتعملش متاخر كده، يعني التقويم ده بس منحصر على الاطفال، ولكن يعني الفكره اتغيرت خالص. لا، التقويم مناسب لاي حد في اي سن. مناسب لاي حد في اي سن، انا اقدر في اي سن ان انا اقدر احرك الاسنان وارص الاسنان بطريقه مظبوطه واقدر اعمل له تقويم، ما عدا الحالات الاستثنائيه اللي احنا اتكلمنا عنها، المشكله لما تبقى في العظم مش في الاسنان. مشكله في العظم نفسه، في العظم نفسه لازم الحقه قبل سن 15 سنه. لو في العظم، في العظم، لان انا اقدر في العظم اركب له جهاز يخلي يحصل نمو، سرعه نمو في الفك السفلي مثلا او في الفك العلوي، لو عنده قصور في النمو، عنده نمو زياده بركب جهاز يقلل ده، اعرض له الفك، اقدر اظبط العظم الفك نفسه. اعرض الفك؟ ازاي لأن بقى؟ لان مثلا في حالات ان بيبقى بيحصل يعني اوبن بايت او ديب بايت، ان السنان بتروح قافله على بعضها، بتقفل على يعني السنان من فوق الفك، لما بيحصل ضب بتروح السنان بيحصل حقيقي. طول في الفك، فالسنان بيروح الفك بيحصل له يعني انه يبقى طولي كده، طولي بالظبط. فانا في الحاله دي ببتدي اعرض السنان، اعرض الفك، فتبتدي السنان دي تاخد راحتها في لما اجي اعرض السنان، فبتدي الفك من قدام يرجع للورا، السنان ترجع لورا، بديتها مساحه من ورا، بقى في سبيس من ورا، فيبتدي يرجع لورا، فبتدي احل المشكله. فبالتالي يتغير شكل الشخص خالص، وبعد ما كان هو معرض لانه يعني يبقى عنده ضب، الضب ده يختفي تمام. وفي عادات طبعا، وفي عادات برضو لازم نعلمها لاولادنا بتسبب المشكله دي، يعني مثلا مص الصباع، تتينه بيقولوا كده. مص التتينه من الحاجات لو فضلت تتاخد مثلا لغايه عمر 3 سنين 4 سنين، وعلى فكره في اولاد كده. وعادات مثلا زي مص الصباع مثلا برضو بتعمل حاجه اسمها اوبن بايت، من كتر ما هو حاطط صباعه في بقه، لازم برضو في اجهزه بنركبها له نمنع ده. اللي بيجز على سنانه بيعمل لنا مشكله، اللي بيلعب بلسانه، في ناس بتزق بسنانها لسانها، بيزق بلسانه سنانه يعني تطلع لبره، تطلع لبره، فيبتدي مع الوقت هو عظمه لسه يعني لسه طري في التكوين، فطري، فيبتدي يتاثر مع سنه في الثانيه، بتبتدي تلاقي خدت الشكل ده، السنان بقت عامله بقى فيها بروز لقدام. فانا طبعا ما اقدرش احل المشكله دي طول ما العاده دي لسه موجوده، لازم الغي العاده الاول، الغي مسبب المشكله، فانا لما بلغي السبب اقدر اعالج بقى المشكله. ففي اجهزه بقى ان انا في السن الصغير ده اقدر اعالجه. فده دور الاهل بقى ان هم ياخدوا بالهم من الاطفال في الناس في اللي بتجز على اسنانها كتير، ودي على فكره عاده حتى بنلاقيها مع الناس الكبار. بنلاقيها يعني مع كل بسبب الضغوط النفسيه وبسبب والقلق والتوتر وكل الحاجات دي بتعمل المشكله دي. الناس دي بتصحى من النوم الصبح بتحس يعني بضغط كبير جدا في منطقه الفك، تمام، والام شديده جدا وقويه جدا. حل المشكله دي ايه يا دكتور؟ النايت جارد مثلا؟ حل ولا هي ما بتحلش كده، دي حاجه مؤقته؟ اولا ان انا ببتدي اخد اول حاجه ان انا احاول برضو نمنع العاده. اول حاجه قبل ما احل اي حاجه ان انا امنع المشكله، مسبب المشكله، ان انا سكنت المشكله من غير ما احل، اسيب يعني ازيل المسبب ده، هتفضل المشكله مستمره معايا، فانا لازم ازيل المسبب. ايه هو المسبب؟ العاده. لا، ما هو انا دلوقتي هتحكم في اعصابي ازاي وانا نايمه؟ يعني لو انا حد قلق متوتر عندي ضغوط عصبيه ان انا اهدي نفسي نفسيا، بس في ناس مش تمام بتعرف ما تعمل بتعرفش ده على فبنبتدي بقى ساعتها بنركب حاجه اسمها النايت جارد، او بنديله باصت للعضلات دي في المراحل الاولى. في ناس بالموضوع بيتطور معاها ان بيحصل مشكله في الفك نفسه، صحيح، في المفصل نفسه، مفصل الفك نفسه، لا بيبتدي بقى بنخش في حالات يعني علاج جراحي في الحالات دي. طيب بنشوف ناس فكها السفلي متقدم عن الفك العلوي، تمام، وده بيعمل لهم يعني برضو مشكلة نفسية في الشكل نفسه الخارجي، يعني تمام، بيحس ان في حاجة مش مظبوطة. حل المشكلة دي او علاجها ازاي؟ حل المشكلة دي زي ما قلنا من شوية، حلها يبقى تقويم، ولازم دي مشكلة عظم زي ما احنا متفقين، يعني مش مشكلة ان في بروز في الفك نفسه مش في الاسنان،
فبالتالي يبقى انا محتاج اعالجها امتى؟ هعالجها قبل سن 15 سنه. هركب حاجه اسمها شاين كاب ان انا ابتدي ارجع الفك ده لورا. اعمل يعني اوقف النمو، هو عنده نمو زياده عن الفك العلوي فعامل البروز ده، فنبتدي ان انا ارجع الفك ده لورا من سن قبل سن 15 سنه، لان انا لو استنيت بعد كده مش هيبقى له حل غير التدخل الجراحي. فانا قبل 15 سنه انا ابتدي احل المشكله دي سكيليتال، وبعد كده اشوف مشكله الاسنان بعد ما يتم بقى اكتمال نمو اسنانه كلها واسنانه كلها تكتمل، ابتدي نعالج الاسنان نفسها. طيب لو هنرجع نتكلم على التقويم، ففي ناس تقول ايه انا التقويم فكره بالنسبه لي يعني ملغيه او مرفوضه لانه انا ما بحبش شكل التقويم. هل مشكله الشكل الخارجي قدرنا زي ما احنا عمالين نتكلم على تقنيات حديثه جدا قدرنا كمان ان احنا نتغلب عليها؟ بقى في تطور رهيب جدا دلوقتي في تقويم الاسنان، بقى في منه اشكال والوان وانواع، وبقى في سيراميك وفي الشفاف وفي اللي مش باين وفي الشفاف فعلا واللي مش باين خالص اللي انا عايزها، بقى في كل حاجه. حياتك اتكلمنا شويه على الشفاف او المش باين او اللي هو بيتحط داخليا يعني ما بيبقاش ظاهر للناس، لانه لما سالنا عليه الناس قالت لنا ان هو بيتحط بس هو بيعالج مشاكل معينه بالزبط. محدده ولكن ما بيعالجش كل مشاكل الاسنان. في بعض الحالات اقدر استخدم معاها النوع ده من التقويم، وفي بعض الحالات ما اقدرش استخدم معاها النوع ده من التقويم، يعني على حسب الحاله اللي قدامي طبعا، على حسب الاشعه اللي انا بعملها والزوايا اللي انا المفروض عايز اظبطها. انا ممكن يعني لو حاله بسيطه اقدر استخدم معاها النوع ده من التقويم، لو الحاله طبعا في حالات لا محتاجه نوع تاني من التقويم. فكل نوع والدكتور هو اللي بيقدر يحدد الحاله ايه واقدر استخدم لها ايه، يعني بناء على الاشعاعات المعموله وبناء على حاله العيان نفسه المريض نفسه. يعني مش الشخص منه نفسه كده يروح لا يحدد لا النوع اللي هو عاوزه لا او حبه ان هو يتعمل. لا لا، لانه دلوقتي الناس كمان بقت ليها اراء وبتقرا كتير وبتدخل على النت كتير تشوف. هو ممكن يختار اللون اللي هو عايزه مثلا، يختار الحاجه اللي هو عايزها مثلا، البراكت تبقى مثلا ستانل ستيل او تبقى سيراميك او كده، ده يقدر يختاره. اما مكان التقويم نفسه لا، ما يقدرش يختاره، ده على حسب الحاله. طيب دي حاجه علاجيه هو بيحتاجها يعني. دكتور التقويم متهيأ لي يعني ان هو ممكن يعمل مشاكل، يعني هو بيعالج مشاكل بس هو ممكن كمان يتسبب في مشاكل. بمعنى طبعا. ايه؟ انه انا دلوقتي حاطه حاجه على اسناني، طب هي اسناني كده مش ممكن وانا باكل طبعا يعني كائن حقيقي لازم اكل، انا هاكل دلوقتي، طب الاكل ده مش ممكن يتحاشر ما بين الاسنان والجهاز؟ طبعا انت اول حاجه اصلا قبل ما تركب التقويم للحاله لازم تبقى مفهمه ازاي يغسل سنانه، ازاي ينظف اسنانه، ازاي ينظف بين البراكت وبعضها، وازاي يحافظ على اسنانه، وايه انواع الاكل اللي ياكلها، وايه العادات اللي يستخدمها. لازم تبقى مفهمه ده كله، لان هو ليه معامله خاصه، وليه كمان حتى في التنظيف ليه فرشه خاصه، وليه يعني بيبقى معامله خاصه، لان ممكن بعد ما اخلص التقويم بسبب اهماله التسوس بيزيد، لان في بقى في اماكن يقدر يستخبى فيها الاكل اكتر من الاول، فبالتالي بقى في البكتيريا عندي بقت اكتر، بقت نشطه اكتر، بقى في تسوس اكتر. فاجي يعني يعمل تقويم عشان يعالج مثلا صف اسنانه يحصل له تسوس، يجي يشيل التقويم يلاقي اسنانه مسوسه طبعا ومدمره، لا طبعا ما ينفعش. فلازم الشخص اللي هيركب التقويم ده يبقى يعني يبقى في مجموعه من التعليمات كده تتقال له يلتزم بيها بشكل مظبوط قوي طبعًا، عشان ما يجيش يعالج مشكله يدخل في مشاكل تانية كتير. طبعا ما ينفعش. ما هي هنا بقى المشكله انه ان هو بيتركب للاطفال الصغيره، هل الطفل الصغير ده هيعرف يعمل كل العنايه اللازمه عشان اسنانه تبقى تمام وما يحصلش فيها مشاكل؟ فانت هتبتدي بقى توصي اهله الاهل يركزوا معاه بشكل مستمر، وانت نفسك تتعب معاه كدكتور تبقى واخد بالك عشان لو في اي حاجه انت لاحظتها وان هو ما بيغسلش اسنانه، وتبتدي توعي الاهل، تبتدي تخليهم ياخدوا بالهم مع النقطه دي عشان يبتدي يهتم. لازم الاهل يحافظ على اسنانه. بالظبط، بيتابعوا عشان او ما يطلعش منها مشكله. لازم يتابعوا معايا عشان ما تحصلش من التقويم مشاكل.